أحيت كلية طب الأسنان في جامعة دمشق أياماً علمية مجانية بالتعاون مع جامعة ميلانو الإيطالية في فندق الشيراتون بدمشق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها. الأيام العلمية الإيطالية هي عبارة عن حدث علمي رائع جدا للارتقاء بمستوى أطباء الأسنان الاختصاصيين، تحديدا اختصاصيين الجراحة واللثة والتعويضات الثابتة والمتحركة وزارة الأسنان بالتأكيد. بهذه الفعالية استقدرنا نستخدم أساتذة إيطاليين كسروا الحصار العلمي المفروض على سوريا، وهو ثغرة أخرى نحن عم نفتحها في هذا الحصار، وسابقا استخدمناها واستخدمنا أساتذة أجانب آخرين. لكن المميز في هذه اللقاءات العلمية هي الآن أنه نحن الآن نستهدف شرائح في مجتمعنا اختصاصيين، ليست فقط للأساتذة الممارسين العامين، هي شرائح مستهدفة اختصاصية. فالآن لما نرتقي بمستوى الاختصاصي فنحن الآن إذا نقدم خدمة مجتمعية كبيرة جدا لأطباء الأسنان. الأيام العلمية تتضمن برامج نظرية وفعاليات مخبرية وسريرية تعتبر مجانية وموجهة بشكل أساسي لطلاب الدراسات العليا في الكلية وللأخصائيين في مجال زراعة الأسنان وجراحة الفم والفكين. Comincio con la risposta contraria. Che cosa date voi a me? مشاركته مع الأطباء السوريين بتخليه يتبادل خبرات معهم ويتقاسم معهم جميع الخبرات أو المهارات اللي هو بيعرفون واللي هن بيعرفوه، مثل ما هو ممكن يقدم لهم حتى هن ممكن يقدموا له بنظره، وهذا بالنسبة له أنه عظيم. هي الأهمية مجرد أهمية علمية وفائدة لدكاترتنا ولطلابنا. الغاية الأولى والوحيدة من هالأيام كلها هن انتقال خبرات جديدة لأطبائنا ولطلابنا، اكتساب مهارات جديدة. يعني مثل ما بنعرف نحن بالزراعة، بزراعة الأسنان دايما في كل يوم في شيء حديث ودايما في تقنيات حديثة، فحبينا أنه نطلع عليها أطبائنا وطلابنا لحتى يكونوا دايما على خبرة متجددة. يذكر أن كلية طب الأسنان تميزت خلال الفترة الأخيرة بتطور نوعي من الناحية العلمية والنشر الخارجي وإقامة أنشطة تزيد من العلم والمعرفة لطلاب الدراسات العليا وتنشيط البحث العلمي على كافة المستويات.